الجزائر ترأس مجموعة دول الجوار، فستقوم الجزائر بالتنسيق هذه المجموعة. وفي الواقع كان الاجتماع الذي انعقد في الجزائر الدور الكبير في جمع الشمل دول الجوار، ولم تنقطع منذ اتئام ذلك الاجتماع هنا في الجزائر بين الأعضاء. وبل لاحظتم سرعة الوتيرة في المشاورات الجزائرية الليبية في هذه الأسابيع الأخيرة. أول نوفمبر كان الحضور اللافت للسيدة وزيرة خارجية ليبيا لتقديم التهاني للشعب الجزائري ولرئيس الجمهورية بمناسبة احتفالنا بعيد الثورة المجيد. ثم لاحظتم زيارات نائب رئيس المجلس الرئاسي وقائد أركان الجيش القوات المسلحة الليبية ولقاءات أخرى على مستويات عدة. إذن التحضير الجوهري متوفر، وإنما ستكون الجزائر حاضرة وستؤدي دورها كاملا غير منقوص في تنسيق دول الجوار وفي التعاون بالذات مع الوفد الليبي الشقيق.